ساتومي. أطلقوا على مبادرتهم بقافلة الاستقلال تضامنا مع نشطاء السياسيين الصحراويين المحكوم عليهم في قضية كديميزيك، وهذا على بعد أمتار من السياج الفاصل بين الأراضي المحتلة والمحررة. On connaissait un petit peu le problème, mais de voir vraiment les choses, c'est beaucoup plus parlant. Et au moins, ben, quand on rentrera en France, on aura l'occasion, nous, de pouvoir faire partager ça aux gens qui ne sont pas forcément au courant de tout ça. Je suis très touchée. Donc, on a été hier accueillis par les familles qui nous ont très bien accueillis. Voilà, ce ne sera pas la dernière. Je pense que ce peuple-là mérite qu'on les soutienne, même de France ou de n'importe où dans le monde. مبادرة تعد تجسيدا للواجب الإنساني ولتقاسم المعاناة مع اللاجئين الصحراويين ونصرة لقضيتهم. حوالي 25 شاب مناضل صحراوي مسالم قدمتهم الحكومة المغربية المحكمة عسكرية وأصدرت في حقهم أحكام جائرة أقصاها السجن المؤبد فقط بسبب انهم قالوا تحيا جبهه البوليساريو يحيا الاستقلال الوطني. كما تعتبر هذه القافله قافله الاستقلال هي للمشاركه في للشعب الجزائري ايضا في يوم النصر هو 19 مارس 62. اذا جاءت هنا لوقفه. وتخلل برنامج القافله زياره لمتحف المقاومه للتعرف على محطات نضال هذا الشعب واسماع صوته في فرنسا وفي مناطق اخرى من العالم، وهذا في اطار الشرعيه الدوليه وحق هذا الشعب في تقرير مصر. العتيق مقر البرلمان بغرفتيه، نيروز محمد. أكثر من 70 شابا من الجالية الوطنية في الخارج استقبلت اليوم من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة بعد عودتهم من مخيمات اللاجئين الصحراويين، كما كانت لهم زيارة أيضا إلى مجلس الأمة حيث تلقوا شروحات حول موقف الجزائر فيما يتعلق بالقضايا العادلة. شباب اختار الاحتفال بعيد النصر على طريقته، وجهة إلى مخيمات تندوف ووجهة أخرى إلى أحياء القصبة للوقوف على نضالات الأجداد. نشط عضو الوفد الجزائري المفاوض في مفاوضات إيفيان رضا مالك نشط محاضرة أكد خلالها أن قادة الثورة التحريرية رفضوا خلال تلك المفاوضات كل الاقتراحات المقدمة من فرنسا والتي كانت ترهن السيادة الوطنية بعد الاستقلال الذي انتزعه الشعب الجزائري بفضل تضحيات جسيمة. كريم بلقاسم رحمه الله كي يتي لو شيف دو ديليغاسيون دو ديبي جوسكا لا فان باسكو سي نيغوسياسيون اون دوري ا بو بري اون اني اون اني افيك ايفيدامون دي سوسبنسيون دي ريبريز ايتترا جوسكو جور او اون ايت اريفي ا سيني لاكور جينيرال سور لو سيسي الفو. الشبانية للجالية الوطنية بفرنسا التي جابت الأراضي الصحراوية المحررة ووقفت عند معاناة الصحراويين من أجل التحرر. اللقاء كان فرصة للوقوف على واقع الرياضة بالجزائر والمكاسب التي حققها القطاع لصالح الشباب. عن الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا والعائد من مخيمات اللاجئين الصحراويين. وبين الوطن الأم حملناهم رسالة أبناء الجالية أن فيه العديد منهم ربما اللي ما زاروش الجزائر منذ فترة طويلة، حملناهم أنهم رسالة ينقلوا الصورة الحقيقية عن الجزائر، جزائر الأمل، جزائر المستقبل، جزائر اللي فتحت كل الأبواب للشباب، للنساء، للمثقفين، للاستماع لانشغالات المواطنين، هذه هي الجزائر اللي حبينا الصورة تاعها تصل إلى أبناء الجالية. بالعاصمة السنغالية.